بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ومع درس جديد من دروس شرح رواية واشما طريق الأزرق من الشاطبية، نشرحها هكذا من المصحف. وقفنا عند قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا عنهم أموالهم صلة ميم الجمع، وهو عبارة عن مد منفصل فيه الإشباع، ولا أولادهم مد منفصل فيه الإشباع، من الله شيئا تغليظ اللام من اسم الجلالة لأن قبله فتح، شيئا مد اللين فيه وجهان التوسط والإشباع، وأولئك هم وقود النار، وأولئك مد متصل في الإشباع النار التقدير قولا واحدا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، آل وبآياتنا بدلا فيهما قصر وتوسط وإشباع. إذن على قصر بدل في الموضعين لنا في العقاب وهو مد عارض للسكون قصر وتوسط وإشباع، وعلى التوسط في الموضعين في البدلين توسط وإشباع في المد العارض للسكون، وعلى الإشباع في الموضعين في آل فرعون وبآيتنا لنا الإشباع في المد العارض للسكون. وبئس المهاد الإبدال، إبدال همزية خالصة، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، لكم آية صلة ميم الجمع وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع، آية بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، فئتين التقتا نبتدئ بهمزة كسر التقتا، وأخرى كافرة ترونهم، وأخرى من ذوات الراء فيها التقليل قولا واحدا، ترقيق الراء من كافرة لأن الراء مفتوحة قبلها كسر ترقق، ترونهم بالتاء، مثليهم رأي العين، رأي ليس فيها إبدال، ونقف رأي بإسكان الياء فقط يعني اختبارا أو اضطرارا، فلا إبدال في هذه الكلمة، يعني لا تقرأ رأي العين. والله يويد بنصره من يشاء، يويد إبدال الهمزة واو خالصة، بنصره من يشاء صلة صغرى في عام الطبيعي، من يشاء مد متصل في الإشباع. هنا التقى همزتان من كلمتان مختلفتان في الحركة، الأولى مضمومة والثانية مكسورة، المضمومة في من يشاء والثانية في والثانية المكسورة في إن. ورش له وجهان، إما أن يسهل الثانية بين بين، هذه تسهل بين بين هكذا، من يشاء إن في ذلك، أو يبدلها واو خالصة فيقرأ هكذا، من يشاء إن في ذلك، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لعبرة راء مفتوحة قبلها حرف ساكن ترقق الراء، لأولي هذا ليس بدل، هذه الواو تكتب ولا تنطق، الأبصار نقل حركة همزة الساكن قبلها مع التقليل قولا واحدا. من النساء والبنين مد متصل في الإشباع، والقناطير ننتبه إلى النون حتى تفخم لأنها قبل حرف القاف،
وبعد النون ألف ساكنة، والألف دائما تتبع ما قبلها، فإذا فخمنا النون حتما سوف تفخم الألف الساكنة التي بعدها. والأنعام والحرث نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. ذلك متاع الحياة الدنيا، الدنيا من ذوات الياء فيها وجهان فتح وتقليل، والله عنده حسن المآب، عنده حسن مد سيرة صغرى فيه مد طبيعي. المآب مد بدل فيه الأوجه الثلاثة المعروفة، ووقفا اجتمع بدل، ومد عارض للسكون. إذا وصلنا المآب قل، إذا وصلنا المآب بما بعدها، فعلى الفتح في الدنيا لنا القصر في المآب، ولنا كذلك الإشباع وجهان. وإذا قرأنا بالتقليل في الدنيا لنا في المآب التوسط، ولنا فيه كذلك الإشباع، فهذه أربعة أوجه. أما إذا وقفنا على المآب فلنا 10 أوجه، فعلى الفتح في الدنيا لنا في المآب قصر مع الإسكان، والقصر مع الروم وجهان. نأتي إلى الدنيا نقرأها كذلك بالفتح، ونأتي إلى المآب ونقرأ بالإشباع، بإشباع البدل. الإشباع مع الإسكان، والإشباع مع الروم. ويجوز لنا كذلك أن نقف بالتوسط، لكن إذا وقفنا بالتوسط نقف فقط بالتوسط مع الإسكان، ولا نقف بالتوسط مع الروم، فقط نقف بوجه التوسط لعروض الوقف. نأتي الآن على وجه التقليل في الدنيا، ويأتي عليه في المآب التوسط مع الإسكان، والتوسط مع الروم وجهان. ثم نأتي كذلك إلى الدنيا نقرأها بالتقليل، ونأتي إلى المآب نقرأ المآب بالإشباع، بالإشباع مع الإسكان، والإشباع مع الروم. ويجوز لنا كذلك أن نقف بالقصر، لكن نقف بالقصر فقط مع الإسكان ليس مع الروم. فالمجموع 10 أوجه إذا وقفنا على المآب، وأربعة أوجه إذا وصلنا المآب بما بعدها. قولا أنبئكم، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، أو أنبئكم همزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة، همزتان من كلمة، همزتان من كلمة واحدة مختلفتان في الحركة، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، نسهل الثانية بين بين. جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ننتبه إلى الطاء، أو عفوا ننتبه إلى الهاء من مطهرة، لأن الهاء مرققة وقع قبلها حرف الطاء وهو من حروف الاستعلاء، ووقع كذلك بعدها راء مفخمة. والله بصير بالعباد، ترقيق الراء لأنها مضمومة قبلها هي ساكنة. مع مراعاة إذا وصلنا المآب بما بعدها أوجه العارض للسكون. إذا على قصر البدل 3 العارض، على التوسط وجهان، توسط وإشباع، وعلى الإشباع الإشباع في العارض للسكون. هذا ما فتح الله علينا فيه بها في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.